الله عز وجل عكس ذلك
بلابس الحقيقة الإنسانية النظيفة. إنه أن أصدق النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعلم كم تجي في الشهر. إن الله تعالى افترض عليك خمسا أفتؤديها؟ قال أؤديها يا رسول الله. ولا أزيد عليك. شو أزيد؟ قل لسنن وكواكب وهذه السنة وهذه الفرائض. انتهى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. قال وافترض عليك شهرا هو شهر الصيام أفتصومه؟ قال أصومه ولا أزيد. قل لست من شوال خلينا على الجديد. فابتسم النبي على أمام الصحابة. أنا غريب. الصحابة صاروا تحت ينظر للسيادة للسيادة. قال وافترض عليك أن تزكي. قال لا أملك يا رسول الله. فايش عن حديث الزكاة؟ فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وافترض عليك فريضة الحج إن استطعت. قال لا أستطيع يا رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. قال زدني. قال لا زيادة. فقام الأعرابي وخرج. فأشار الصحابة يا رسول الله أما تراه أنقص حق الله عليه من وجهه الحسن عنه. فضحك النبي قال أفلح الأعرابي من صدق. يا سلام. أفلح الأعرابي أقضى الشر. وشو فعل الشر؟ إن أدى الشر وفعله إيش؟ إن إيش؟ إن صدق. السؤال الكبير أنت صادق بالصلاة؟ أنت صادق بالصيام اللي صمته؟ إذا حجيت ويسر الله أمر الحاج صدقت أنت ولا بتمثل؟ السؤال الكبير. يعني اعكس الحديث إذا قلنا أفلح العربي من صدق اقلب الكلمة خسر الأعرابي إيش؟ إن كذب. هون المشكلة. فكم واحد بنطبق عليه الكلام الأول؟ فكم واحد لازم يقلب الحديث في حقه؟ تصفي، فلتر أموره، نقي نفسه. هذا قلبك بده هزي، مادي قوي، بده زلزال حتى يرجع إلى الله. عندئذ أعمال الإسلام وفرائض الإسلام تشعرها خفيفة على القلب، بتشعر براحة لما تؤديها. كم مرة كان النبي يقول لبلال رضي الله عنه أرحنا إيش؟ أرحنا إلى الصلاة يا بلال. فر إلى الصلاة من هموم الدنيا والقروب إلى الصلاة. طبعا الكثير من الناس الآن تقول أرحنا منها يا فلان خلينا نخلص. هو صلي من الله أذن بعد عناء أذن من أوكي. ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تبكى للكتف. بسيطة. القصة كلها بسيطة. في حديث آخر بيلخص هالمعنى الجميل. صلوا عليه. اللهم صل على صاحب الحديث محمد عليه الصلاة والسلام. جاء رجل قال يا رسول الله اوصني ولا تفقد العلم. شوف كيف كان يفهم الاسلام، مش بالمؤلفات وبالكتب وبالاشكال وبال عن تصرف. ولذلك ما تستخدمش انت انك ترى كل شعوب العالم. ما في جنسيه على وجه الارض يا اخوان الا في قسم منهم دخلوا الاسلام وابدا في الاسلام. عربا، عجما، تركا، بيضا، سودا، صفرا، غمرا، كل بقاع هذه البقعه على وجه الارض الا فيها مسلم يقول لا اله الا الله. مش بشطاره المسلمين، لا، ببساطه الاسلام وبحلاوه الاسلام وبتناغم الاسلام مع الفطره الانسانيه. لانه هذا الدين جاء للانسان، لم ياتي لقوم دون قوم ولا جماعه دون جماعه كما دائما نحدث ونقول. لا، وما ينبغي له، ما ينبغي لاي جماعه ولا لاي فئه ولا لاي حموله ولا لاي كذب في العالم أما كان شأنه أن يختزل الإسلام ويقول أنا الإسلام. لا، أنت مش أنت جزء من هذه الصورة. قد تسلم في تشويهها كما قلنا زمان، وقد تسلم في تجديدها حسب أخلاقك، حسب مفهومك، حسب سلوكك، وحسب الدور اللي اتبعت صدقا مع الله سبحانه وتعالى. أفلح الأعرابي إن صدق. قال أوصني يا رسول الله ولا تفصل على الإسلام يا خفيف. قال أد فرضا وصوم شهرا والزم حدك تدخل الجنة بإذن الله. يا سلام. أد فرضا وصوم شهرا والزم حدك. والمشكلة ممكن واحد يصوم فرضه ويصلي فرضه بس مش لازم حد يخطط يقول أوفر. كثير ناس مش لازم يحدوها كثير. تدخلك في ماذا يعني؟ هذه إشارة مش لازم حد تحميلة أكثر مما تطير مش عارف حتى. ويوجد في أمور تفتي بيها
حدود، تلك حدود الله فلا ايش تعدلوها. الحديث بقية او كما قال ادعوا الله وانتم موقنون به. الحمد لله، صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى رسول الله وعلى الآله والصحبة ومن والاه منذ أن خلق الله البرية إلى يومنا نلقاه. إذا نطلع في تلخيص أيها الإخوة أن الدين بسيط، ولو كان الدين معقدا لما ألزم الله فيه العالم والجاهل والأمي والمتعلم والكبير والصغير. لا لا لا، الإسلام هين لين يلامس الفطرة، لذلك تعبد الله تعالى الخلق فيه. وأما الشريعة على فكرة، أدرس شرائع الأنبياء السابقين يشيل شعر، لا نستطيع أن نقرأ أصلا. وخذ الرسالة البسيطة من موسى عليه السلام لما فرضت الصلاة، حديث معروف كان 50 بعدين نزل 45 خمسات خمسات، وكان سيدنا موسى يقول له التخفيف فإنه أمتك لا تطير ومريء في مصيرهم آخر الأمم. قلت لكم أنا حديث إنه في زمن داود عليه السلام، داود عليه السلام يسأل الله سبحانه وتعالى يقول له يا رب يعني في أمة تأتي في آخر الزمان تعيش بين 60 و70 ويدخلون الجنة، كيف يعني معي الوقت يعمل الصالحات ويكون كفيل لأي أعمال دخول الجنة؟ فإذا أطلب قل له يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام شو داود بقول؟ قل له وعزتك وجلالك لو كنت معهم لجعلت 60 سنة سجدة واحدة لك. صور يعني يعمل الله عشرات هذه السنين حتى يضمن دخول الجنة. بالاستغفار بالتوبة صبر رمضان بالصلاة والصادق فيها، ولا تعتدي حدا ولا تظلم الناس ولا تظلم الخير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، فقهنا في الدين، علمنا التأويل، هون علينا شريعة الإسلام يا منسر كل عسير يا رب العالمين، فرج كرب المظلومين واسر هم المهمومين. دعوناك كما أمرتنا، استجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد، وأنت يا مؤذن أقم الصلاة. الله أكبر.